جوجل عمرك يا معلم. سرعة بس كده يا معلمة في ثانية. صباح نادي يا معلم. سوبر شيك. حسن أجن مين؟ يا معلم فتوح. أنا يا معلم. يا سمارة يا أبو سمارة أنت يعني يا سمارة العوني العوني يا سمارة أنتوا لسه نايمين. اسعوا 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 اللي عمل كده. يا حمد هي خلاص الدنيا بقت سايبه يا جدعان. لحد دلوقتي ما حدش يعرف يا معلم سلطان. طب تعال استريح. استريح ايه بس يا اخويا؟ هي قعد فيها راحه؟ ده انا لازم دلوقتي اروح له المشرحه عشان اشوف ابني اشوف ابني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله. اه يا هاني ده تالت واحد
يبقى مكتوب للبنت سماره دي ويتقتل. هو في ايه يا معلم؟ الله علم علمك يا معلم فتوح، ده كده هيخلوا اي حد يكش ما يهوبش ناحيه البنت دي ولا يفكر يتجوزها. يا بختك الاسود يا سماره، اللي ما لحقتيش تتهني بها نفسك يا سماره، اللي قتلوا كل عرسانك. طب يعملوا معايا كده ليه؟ يعملوا معايا كده ليه يا ابو؟ يا بنتي انا عارفه، مش لما ابقى افهم انا الاول واعرف مين قتل القتله ده؟ ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها على الصبح دي؟ بنقتل بنام على كلامكم. قتلوا سيد يابا. سيد مين؟ سيد العريس عريسي. يا لهوتي يا راجل، مش تفوق بقى، مش تفوق وتبطل النينه اللي انت فيها دي، مش عارف اسم عريس بنتك؟ قتلوا سيد جوز سماره. جوزي مين؟ يا ريتني كنت اتجوزته وتهنيت بيه. لا انا كده حطيني في دماغهم، احنا لازم قاعدين ساكتين، انا المره دي مش هسكت ابدا. ايه راح على فين؟ تاخدي بطارق يا اختي. قول لها يا متعوس، قول لها بنتك سماره عايزه تودينا على فين. هروح اشوف المصيبه اللي انا فيها ديت، المره دي بقى لازم اعرف مين اللي وراها. عرفته، مفيش غيره. هو مين يابا؟ لما انت عارفه كده يا اخويا، بدل ما يقتل كل واحد يتقدم لها، ما يجيش لي هو ويتقدم لسماره. شد حيلك يا سمارة. شد على الله يا معلم. بس قوليش انا زعلت قد ايه؟ وزعلك ده هيعمل لي ايه؟ هيرجع لي اللي راح؟ قولي انت بس وشوف انا ممكن اعمل لك ايه؟ الكلام ده كان من الاول يا معلم، مش بيقولوا عليك يا اخويا ريس في المكان كله؟ انت تأمر الرجالة اللي كلمتهم واحدة. قصدك ايه يا فتوح؟ قصدي ان دي فعل فاعل لمؤاخذه. ايوه يعملوها ويخيلوا. الكلام ده تقوله لنفسك يا سلطان. لا بقى، ده انت زودتها يا فتوح. ايه يا معلمين ما توحدوا الله امال. الله ما صحش اللي انت بتعمله ده يا معلم فتوح. هو مين اللي بدا يا دونجل؟ اسيبكم انا بقى، كملوا خناقتكم بالاذن. اطلع يا اسطى. ينفع كده يا معلمين بنت زي دي تيجي تهيص علينا الترماي وتاخد السنجه وتخلع وتقول لكم كملوا خناقكم؟ يا معلمين ما يصحش كده، البنت دي مفيش من وراها اي رجع يا اخواننا. انا مش عارف شغالين بنت كلها ليه يا معلمين، ودي على نمروده وعامله زي القرع دايما ماده بره كده. على العموم انا هفوتها لك المره دي يا فتوح. يلا بينا على النوم. اتفضل يا معلم. أنا اللي هفوتها لك المرة دي يا معلم سلطان. نعم يا ست سمارة. بالذمة ده الكلام يرضي ربنا؟ ده تالت عريسة تخطب له ويتقتل وانتوا ما بتعملوش حاجة، امال بس عمالين تقولوا الحكومة الحكومة، اروح لمين يجيب لي حقي؟ طب بس هدي نفسك يا سمارة، ادي احنا شغالين ليل ونهار اهو وبنحقق في كل المشتبه فيهم. ما انت قلت لي الكلام ده المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها، وايه اللي حصل؟ زي ما رحت زي ما رجعت. وبعدين بقى مفيش داعي للكلام ده، احنا ما قصرناش في حاجة، ولا يعني عايزانا نتهم الناس ظلم؟ حقك عليا يا باشا، لو عايزني احب على دماغك وبوس رجلك ما عنديش مانع، انا خلاص عرفت ديتها. قصدك ايه؟ قصدي اتكتم واقولكوا كمان يومين تقولي معلش يا سماره ما عرفناش يا اختي مين اللي قتله، كتبناها ضد مجهول. وسلمني على المجهول يا سعاده البيت. البيت دي لسانها طويل قوي. Thank you.
اللي راح. الجايز اللي جاي هو راخر يتقتل يابا. جرى ايه يا بنتي يا سمارة؟ مالك يا بنت؟ شايلة طاجن متعويس ابوكي وزعق ليه؟ يا بنت ما تخافيش، ده العرسان وراكي كده. رجلهم حفيت من الطلب عليكي، وكل واحد فيهم يتاقل تقله بالذهب، امال ايه؟ ومفيش اي واحد في الحته يقدر يقول لواحد فيهم تلت التلاته كام، مش يتقتلوا. قصدك مين بالكلام ده يا ام؟ هيكون قصدي مين يا بنت؟ المعلم فتوح والمعلم سلطان، رجاله واسياد الحته، وكل واحد فيهم يا بنت يا سماره الفلوس اللي عنده تسد عين الشمس. قطع ده على ده، قال على رأي المثل، كلب أبيض وكلب أسود قالوا كلهم كلابه بيهوهوا. بقى عايزة سمارة نورت الحتة، تتجوز تاج المخدرات. عاوزة رأي سمارة؟ اتجوزيهم هما الاثنين، بس شوف هتتني اتنين الأول. تصدق يا متعوس على خايب الرجا إن أنت أول مرة في حياتك تقول حاجة عدلة. ده أنا بس بقوق بالكلام عشان الحارة تنضف منهم ونخلص منهم واحد والتاني. ليه يا راجل؟ تعبينك في ايه يا سبع البرومبا؟ طب يا ريت سمرة بنتي توافق تتجوز واحد فيهم وهي تشوف السعادة والهنا كله. اشوف السعادة والهنا كله؟ ولا اشوف الوكسة والخيبة كلها؟ وكسة؟ وكسة ايه يا بنت؟ يا بنت اسمعي كلامي، بقول لك كل واحد فيهم الفلوس على قلبه قد كده، مش زي ابوكي الفلوس تشوف وشه ويركبها 600 عفريت وتعمل لنفسها زار وتجري. ما الفلوس كانت كتير وقت العدد بعزقي فيها يمين وشمال، امال انت اتجوزتيني على ايه؟ ولا خلاص نسيتي؟ يا ريت يا متعوس انسى الوقعه السودا واسمتي المهببه معاك. اسمتك انت السودا ولا اسمتي انا؟ ايه؟ القلب يابا انتظر يا دنجل. والله وحشنا الشغل قوي يا معلم. شغل ايه يا معفن انت؟ شغل ايه يا ابو مخ الزنخ؟ انا غلط بتكلم على الحب. وانا بتكلم عن الشغل يا معلم، حالنا اللي نايم احنا وزباين. معلم فتوح. ازيك يا سعد؟ صباح الورد. ازيك يا علي؟ سعد ازاي؟ بقول لك يا ابو علي سيب اتنين شايلين. انا يعني هجيب يعني العازم معلم سعد. تشكر يا حسن. يلا تعالى. عاوز ايه العباره يا معلم؟ الشغل نايم ليه؟ انا عارف السلطان بيقول ان سعاده البي مش فاضي اليومين دول للشغل. طب وبعدين؟ ده انا ما عنديش بضاعه. شوف لنا ان شاء الله حتى وايه عند المعلم سلطان. سبقتك. عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قال لي خش افتح المخزن لو لقيته منايه يبقى لك الكلام. واحنا نفضل كده تحت رحمه سلطان؟ احنا مش تحت رحمه اي حد. سلطان ده مجرد مرسالجي يعني، يروح يجيب لنا البضاعه ويجي وخلاص. ما احنا برضه يا معلم ما نعرفش الراجل اللي اسمه سعاده البي ده بيحاسبه بكام. تقصد ايه يا سعد؟ اقصد يا معلم ان احنا كمان نشوف لنا سكه مع سعاده البي. انت عارف ان سعاده البي سدت كل السكه. يا معلم ندور يمكن نقدر نوصل. وبعدين بقى لما نغلط ونقول يا ريت اللي جرى مكان. وشمعنا يعني اختار سلطان يبقى الواسطه بيننا وبينه؟ طب بالراحه في صوت صوتك عشان الواد حسن جاي اهو. احلى شويه شاي الاحلى معلم سعد. يدوم يا حسن. عاجبك يا حسن واقف الحل اللي احنا فيه ده؟ هضل اهو ده حكمته يا معلم سعد. هنعمل ايه بقى؟ حكم القوي على الضعيف. قوي ايه وضعيف ايه؟ والله الواحد ما عاد عارف مين القوي ومين الضعيف. معلم. تليفون يا سيد المعلمين. مين يا؟ سيف المجاري. بالزنة؟ مش عارف الصباح انت بوش مين النهارده من نسوان يا طلعان. الواحد قرب ايه اللي في قرد من حكم الموت. صباح الفل والجمال. يا مرحبا يا سفنجري. طلبتك 4 مرات. انت فينك يا راجل؟
بيني وبينك سعادة البيه كان مسافر يقضي له يومين هيك، قلت اسافر فرصه، رحت على اسكندريه قعدت لي يومين بيجننوا. هي البلد يا اخي انا بعشقها، ما تروح لك اقضي لك يومين انت كمان يا معلم. يا سفجاري انا راجل بتاع شغل وبقالي لي شهر كده قاعد وايدي بطاله، والمثل بيقول ايدي بطاله اللي يكسب. ما علينا ما علينا، المهم ساعه البيه جاي امتى؟ قلت له يا سفجاري لو ما كنتش انت تعرف مين اللي هيعرف امال؟ ماشي، اول ما يجي اديني خبر. الله يبارك لك، السلام. الله، طب وبعدين يا معلم؟ كده سعاده البيت طول علينا قوي. عمال يسافر يا اخويا في كل حته يدلع نفسه بالفلوس اللي بيكسبها مننا، واحنا مرميين هنا حاطين ايدينا على خدنا. طب وعلى ايه الذل ده كله يا معلم؟ ما البلد كلها بهواه، ما نشوف لنا بيت تاني نشتغل معاه. معقول يا دجل؟ معقول؟ لسه هندور على بيت جديد ونبتدي معاه من الاول؟ يا راجل اهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. اهو لو مؤاخذه بقى يا معلم، الكلام ده ما يعجبنيش، وخصوصا لما يجي من بق المعلم سلطان سيد المنطقه دي كلها وكبير تجارات الصمت. هنعمل ايه بس يا دجل؟ حكم القوي زي الحب بالظبط. يوه رجعنا للسيره اياها. رجعنا يا دجل. اعمل ايه؟ البت معششه في دماغي ومترستقه جوه قلبي. ما خلاص يا معلم، كانت هتتجوز الشهر اللي فات لولا خطيبها راح من ايديها ومات. الله يرحمه بقى. بعدين معاك يا سمار، انت يا بنتي هتفضلي قاعده كده زي الشيخ اللي اتقطع نادره؟ عايزه انا اعمل ايه يا ماما؟ عايزاكي تقومي تشدي حيلك وتيجي معايا القهوه يا بنتي. القهوه خلاص بقت عامله زي البت البايره، لا فيها عمال ولا حتى في زباين بيخشوها. انت مش شايفه اللي انا فيه يا بنتي؟ ماله اللي انت فيه بس؟ انت اللي عاملاه بنفسك. ما انت حزنتي خلاص عليك ما فيه بكفايه. ايه عايزه تحزني عليه الدهر كله؟ انا حزنانه على بختي يا اختي. ماله بختك؟ ما انت زي الفل. وان كان على العرسان ايه يعني؟ عريس يتقتل يجي لك 10 بداله بس انت شاوري بصبعك الصغير. وايه فايدتهم كلهم يا ام؟ ما كلهم بيتقتل، ما دام تالت واحد اهو مات في طيس. انا كده يا اختي الرجاله هتخاف تقرب مني. حبور بعد الشر تقولي ده ايه؟ بطلي بس انت الفكر اللي في دماغك ده، وبصي لفوق وانت تلاقي السعد والهنه وفي يا بنت يا عبيطه اللي يقدر. ايوه بس انا ما اقدرش اخلي اي راجل يلمسني غير لما يكون قلبي رايته. قلبك ايه يا اختي؟ المهم تجيب يا بنت. اسمعي كلامي، العشرة والحنية والفلوس والعز يخلوك تدوسي على قلبك وتقولي أمي كان عندها حق. يو بتبصيني كده ليه؟ اخذي الشيطان يا سمارة وقومي انزلي معايا القهوة، خلي يومنا يبقى فل الفل. طب معلش سيبيني دلوقتي يا ماما. بقولك ايه يا بنتي، انا تعبت معاكي خلاص وريقي نشف. الله، طب اسبقيني وانا اجي وراكي. مصدقاكي يا سمارة، بس اوعي يا بنتي تيجي لابسه الاسود ده لازم تقلعيه. خليها تنفعك يا اختي، حضوني قوي. سليمه سليمه ازاي يا اخويا؟ حد يجيب لنا الاسعاف، حد ينجدنا. لا خلاص يما، انا الحمد لله بقيت كويسه. مش تفتح عينك يا اخويا وانت ماشي بدل ما تمزمز تدوس بنات الناس كده؟ بقول لك ايه، انت رجلك مش هتعتب من هنا اهو غير لما نطمن على البيت. انا تحت امرك يا هانم.
أنا مش هانم ياد بالعادي، أنا اسمي المعلمة عليات، أمي سمارة، سمارة دي تبقى بنتي. طب تحب نوديها مستشفى عشان تطمنها؟ بعد الشر عليك يا قشطة. لا 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 لا، مش عايزة أروح مستشفى يا أمي، أنا بس اتخضيت لما الأوتوميل بتاعك كان هيخبطني. كمان والأوتوميل كان هيخبطها، كمان والأوتوميل كان هيخبطها. يا فندم مش غلطتي والله. الله، يعني احنا يا اخويا بنتبلى عليك ولا ايه؟ ولا بنتبلى عليك؟ خلاص يا امي انا مسامحاه بقى. تحب اوصل حضرتك في حته؟ ايوه القهوه هنا خطوتين. اتفضلي حضرتك. قومي يا قشطه. بسم الله عليك يا سماره. لا العربيه تستاهل، قومي يا واد. تعالي الحق. معلش سامي في ايه جاي ورايا ليه؟ يلا روح بيتك، خلونا نشوف شغلنا. سلامتك يا حبيبتي، طبعا رجلك بتوجعك وضهرك بينقح عليكي. ايه مش الحمد لله كانت سليمة وخلاص بقينا كويسين؟ سليمة وكويسين ازاي يا سلافندي وعيا بقولك؟ ماشي يا معلمة. الله لا مؤاخذة، دي النهاردة يا اخويا لا هتعرف ترقص ولا الزباين حينقاتوا. ده بص بتتوجع ازاي، دي محتاجة على الاقل كده يجي وقتين تلاتة تفاح تاكلهم في بق واحد. انا تحت امر حضرتك. في حد هنا عشان يشتري؟ مفيش، ما ملهوش لازمة، انا خلاص بقيت كويسة. كويسة ده ايه يا بيت؟ نهاري كسوة، ده انت لقمة عيشنا، ده انت لسه محتاجة حكيم ومحتاجة أدوية وتتقوتي ومصاريف قد كده اهو. شوفي يا هانم يا اختي، تاني هتقولي هانم؟ اسمعي سعادة البيت، أنا اسمي المعلمة عليان. صعب دي يا أخويا. هو فين الجرسون اللي أنا؟ إيه؟ الجرسون اللي بيجيب الطلبات. قولي عايز ايه؟ بيبس رجلك وضهرك بيوجعوكي. عايز ايه وانا ادهلك بندق يخليك تشرب اللي انت عايزه؟ اصل انا كنت عايز اشرب قهوه. طب ما تقول كده يا سلافندي، قهوتك ايه؟ سكر زياده؟ لا افتكر على الريحه خالص، عيني هعملها لك انا. بتقعد يا سيدي؟ كمان اسمي كمان. كمال وانا اسمي سمارة. يو لحد تعرف اسمي؟ عرفته منين؟ ما بعد كل اللي حصل ده كله مش عايزين اعرف اسمك، خصوصا لما يكون اسم حلو كده. سمارة والنبي حلو. مزيكا. يعني ايه مزيكا؟ يعني لما الواحد يسمعه كده يحس بنغمة في الودن. سمارة. وايه كمان؟ تحس ان اسمك كده اسم رشيق زيك بالظبط كده. مسكتي على كلامك. انت يا اخويا حكايتك ايه؟ وايه اللي جابك الحته عندنا؟ شكلك كده يعني متريش وابن عز. اصل اللي زيك ما بيجوش عندنا الحته. ما بيجوش عندكم الحته ليه؟ يعني الحته مش قد المقام وكلها واغي شويه. انا هقول لك على السر كله. القهوة يا سعادة البيت. ميرسي يا هانم. يختي عليا هانم تاني؟ يا مرحب يا مرحب يا سفان جاري. طمني سعادة البيت وصل امتى؟ ألف حمد لله على سلامته. قول لي أجيلك هنا بقى امتى؟ من عينيا وهجيب لك معايا شوية فاكهة يستاهلوا بقك. ما تقولش كده يا راجل، وأنا عندي في الدنيا دي كلها أعز منك يا سفان جاري. السلامة. سهل يا رب، شايفك مبسوطة معلمة. حنفية هتفتح يا دنجل. يا معلم احنا عايزين فيضان مش حنفية، ونبل رقنا ونبلبط احنا وزبايننا. اديني رايح اقابل سفنجاري بعد الدور. يا ليلى عيني أمسيكم بالخير يا وردة على فلة.
يا عود ريحان يا زهرة حلوة من الجنة يا مشمش مشينا في رود الحب لم تبنى يا خوخ خانونا الحبايب ورحلهم بالبعيدان قالوا إن كان قالوا إن كان غيرنا حيلي وإحنا اللي مررنا انتم يهون عليكم واحنا الله صبرنا. عارفه يا ماما؟ لا يا بنت مش عارفه. اول ما الاوتوموبيل خبطني وقعت على الارض ورحت كده في دنيا غير الدنيا. قرايه يا بنت يا سمار. الله انت مش غمزالي بعينك يعني ما فيكيش حاجه بتصلبطي على مين دلوقتي يا روح امك؟ يا يما الخضه برضه كانت قويه عليا قوي بس اول ما شميت ريحته من بعيد كده فقت على طول. يو ريحه مين يا سماره؟ ريحه سكمال يما. ريحه سكمال يما مكتبه في خيط. ومالها يا بنت ريحة المعلم فتوح والمعلم سلطان دول هما الاتنين بيحطوا ريحة ليها العجب. ايه ليها العجب فعلا. ريحة سلطان وفتوح ايه؟ دول ريحتهم زي ريحتنا عشان هما من صنفنا واحنا من صنفهم. ايه ومالها ريحتنا يا معدولة؟ ما احنا كمان بنحط ريحة حلوة قوي. جرالك ايه يا بنت؟ انت من ساعة ما المنيل ده خبطك بالاوتومبيل وانت حالك كله تشقلب. قال على رأي اللي قال بطلوا ده واسمعوا ده. برايه ام سمار هو يا اختي اللي يقول الحق الايام دي يبقى كفر. عارفة يا بنت يا سمارة اللي يشوفك يا معدولة وانت مشنشنة وحزينة الحزن اللي انت كنت فيه ده على عريسك اللي مات يقول يعني يا سمارة خلاص البت عقدت على كده ومش هتبص لصنف اي راجل تاني. بره منك بره يا سمارة يا بنت الايه. ماشي يا ام كتر خير. انجل عملها معلومة. الراجل حكر عليك انت قدام بكره الجو. خلاص يا معلمه قال الاوان. يو امي اللي بقول لك عليه ملهاش هالفلطه دونجل. اوامرك يا معلمه. ولا ما تحكى اعمل يا راجل. يا ريت تعال اسمعني كويس يا راجل. خلي الواد عيني بقى يلبس اللبس بتاعي يطلعوا بالاوتوموبيل كانكم رايحين مشوار. مفهوم؟ مفهوم يا معلم. يلا قد استطاع حزبنا أن يقوم بإنجازات لم يستطع أن يقوم بها أي حزب آخر. يكفي ما قدم من قانون بإلغاء البغاء وذلك بفضل السيد جلال النائب المحترم
وبفضل نائبنا المحترم عبد المجيد بيه سالم. يعيش 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 عبد المجيد بيه سالم. أشكركم أشكركم يا إخوان، أنا لم أفعل سوى ما يمليه علي ضميري من أجل رفعة الأخلاق في هذا البلد الكريم. يعيش عبد المجيد بيه رجل الأخلاق الحميدة. يعيش عبد المجيد بيه رجل الأخلاق الحميدة. شكرا شكرا لكم. شكرا. تفضل يا باشا. أنا الحقيقة عمري ما شفت نائب في البرلمان الناس بتحبه قد الناس ما بتحب عبد المجيد بيه سالم، ولا ايه يا كريم بيه؟ مظبوط يا باشا. ده كله من فضل ربنا يا فهمي باشا. وما تنسوش السيد جلال اللي مفيش مرشح بيقدر يقف قصاده. حقيقه انا كان نفسي اضمه للحزب بتاعنا، لكن بقى البركه في عبد المجيد بيه. اللي اعرفه ان علاقته بيه كويسه جدا. الحقيقه الموضوع ده صعب. انا سبق وعرضت عليه بس قال لي انه ما يقدرش يغير. انتوا عارفين الراجل ده كان ايه في الاول؟ انا سمعت انه كان عنده عربيات كهرباء. اتفضل يا باشا. كان عنده عربيه واحده وبعد كده بقى عنده كذا عربيه وكبرت اعماله، بس اهل الدايره بيقولوا عليه انه رجل خير وبيعمل حاجات كتير قوي لاهل دايرته. خساره. الحقيقه انا كان نفسي يكون معانا، لكن بقى الارض. مع السلامة يا باشا. هنتقابل بالليل في النادي. ها ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يلا يا الشيء الغريب يا كريم، في ناس معترضين على إلغاء قانون الإغارة. لازم لهم مصالح. مصالح؟ مصالح إيه؟ دي حاجة والعياذ بالله ضد الشرع والدين. المهم يا باشا الخطة الجاية عاوزين نقضي على تجارة المخدرات. لا ده القانون موجود. اللي عرفوا إن فهمي باشا رئيس الحزب هيقدم قانون يغلص فيه العقوبة. يا ريت، وإحنا كلنا نقف معاه بكل همتنا. المهم ما تركبش عربيتك، تعال تركب معايا. خير يا باشا. انا عازمك النهارده على الغدا، هبعت السواق بتاعك يجيب الهانم ونرهان بنتك ونتغدى كلنا مع بعض. لا 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 بلاش النهارده يا باشا. لا 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 ده انا عايز انتهزها فرصه عشان كمال ابني هيبقى موجود ويقعد مع خطيبته. معلش يا باشا، اصلا انا النهارده ورايا ارتباطات مهمه جدا. خلاص اللي تشوف. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه.
ازيك يا عم ابراهيم؟ يسلم يا بيه. اهلا 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 يا فندم. أنا بيعجبني فيك مواعيدك المظبوطة. ادخل. تفضل أهلا وسهلا. شكرا. يا ميت أهلا وسهلا. ربع ساعة وسعادة البيه رح يتصل فينا على ما تشرب فنجان قهوتك. أنا بعت أوفيس الفاكهة على البيه. يدوم المعروف. أنا تحت أمرك دايما. أنا راح أعمل لك فنجان القهوة بنفسي، تفضل أهلا وسهلا فيك. تشكر، تشكر سبنجي. مداد حي! سلام يا دمبة. وعليكم السلام معلم فتوح، أهلا وسهلا معلم. لا خليك مستريح. ازاي يا معلم؟ ما يصحش، اتفضل. اهلا وسهلا، نورت يا معلمه. بقول لك ايه؟ امر يا معلم. حاسس ان الميه جايه بعد شويه. كله بامر يا معلم، بس شكلها كده هتمطر قريب ان شاء الله. بس انا لمحت المعلم سلطان وهو خارج من الحاره ولابس بدله تشريفه. ربنا يكبر بخاطره يا معلم، وتبقى خمسه في سته في زمره ونكيف زمايلنا اللي في الحاره. ويكبر خاطرنا معاه. قول لي دوم، فاكر الطلبيه بتاعتي؟ عيب يا معلم، اللي في دماغ المعلم دونجل ما بيتنسيش. طب بقول لك يا دونجل، هو المعلم سلطان لسه حاطط سماره في دماغه؟ والله علم علمك يا معلم. يعني ما شالهاش من دماغه خالص؟ علم علمك يا معلم. الله، وانت ما تقولش كلمه تبل الريق بس يا دونجل. في دي بقى يا معلم بالذات علم علمك يا معلم. تمام يا فندم. يا سمير، عملتوا ايه؟ عربية سلطان خرجت من الحي وهو راكب فيها. ومشينا وراه. وعملتوا ايه؟ فضلنا متبعينها يجي ساعة، وفي الآخر رجعت الحي تاني. يعني ما راحش أي حتة؟ أبدا يا فندم. طول ما احنا وراه ما نزلش من العربية. ما كان خارج ليه؟ هو ده يا فندم اللي احنا ما عرفناهوش. ايه يعني فندم؟ كان خارج يتفسح؟ أنت متأكد إن اللي كان في العربية هو سلطان؟ أيوة يا فندم. حتى كان لابس نفس اللبس اللي شفناه بيه في الدكان من قبل ما يمشي. طب اقف. انا عايزك تراقبه كويس قوي يا سمير، وان شاء الله هنوصل لنتائج كويسه. فنجان قهوه راح يعجبك كتير. يسلموا لي ايديك. اسلم حبيبي. الو سلطان، عندك ايه يا فندم؟ موجود. اديهوني. هيو معك. سعادة البيه. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. إن شاء الله أكون مبسوط. طلباتك يا سلطان. أنا عاوز 100 ورقة. كتير. مش كتير يا سعادة البيه. السوق بقى شرقان بعد إجازة حضرتك. 50 كفاية. إذا كان فتوح لوحده وطالب 40. طب خلاص خلاص. ما بتحرمش من سعادتك أبدا يا سعادة البيه. والفلوس؟ لا، الفلوس موجودة. جاهز على ذلك المليم. طب اديني فنجاني. حاضر حاضر، كلم الفنجاني. الو. حاضر حاضر، مع السلامة. مع السلامة. حضر فلوسك وانا راح اعرفك كيف راح تستلم.